السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا حلقه هي كانت بلاند ان هي تبقى جاست لاب. اللاب ده كنا هنفتح فيه شيل، نعمل شويه فانكشنز مع هدوب، ال اس بوت جيت، شويه حاجات كده نشرحها بعدين دلوقتي في الحلقه. بس بعد كده قلنا ان احنا واحنا بنشرح البلان للحلقه لقينا ان الجزء ده مش، لو احنا شرحنا الجزء ده مش هيبقى كافي ان احنا نخلي الناس تبقى فاهمه تفصيلات ازاي ده بيحصل. ده الجزء الاول. الجزء الثاني، احنا زي ما قلنا قبل كده ان الهدف الاساسي للكورس مش جاست احنا نشرح هدوب بس، هنأسس الاجزاء الكومن الموجوده في معظم النظم الموزعه او الديستريبيوتد سيستمز يعني. طيب تعالوا نمشي مع بعض ونشوف هنعمل ايه النهارده. طيب تعالوا ناخد سيمبل يوز كيس. انا عندي كلاينت في فايل، الفايل ده عايزين نابلوده على اتش دي اف اس، فعندنا هنا هدوب كلاستر. هدوب كلاستر ده جواه نيم نود، النيم نود دي المفروض ان هي تابلود الحاجه على اتش دي اف اس. طيب قبل ما نروح للعمليه دي تعالوا ناخد كده النوت حطينا على جنب هنا. طيب الاول هدوب ده يعني هدوب اصلا جواه او ازاي بينتر اكت مع ما بين يعني زي نيم نود بينتر اكت مع اتش دي اف اس. النقطه دي مهمه جدا. اتش دي اف اس ده عباره عن سيرفيس زيها زي اي سيرفيس، يعني اتش دي اف اس ده سيرفيس اوفر النيم نود، يعني سوري اوفر هدوب. حلو. هايف هي سيرفيس اوفر هدوب، سبارك هي سيرفيس اوفر هدوب، كل دول سيرفيس. فبالتالي النيم نود هتنتراكت مع اتش دي اف اس عن طريق ايه؟ في يو ار ال اللي هو البورت، يعني الاتش دي اف اس ديبلويد على شويه على بورت دي بورت، والنيم نود بتنتراكت مع السيرفيس على اتش دي اف اس دي على البورت ده. فتقدر تقول ان اتش دي اف اس ده عباره عن سيرفيس بالنسبه لك. جواها ايه مش مهتمين دلوقتي، بس هي سيرفيس. حلو. طيب السيرفيس دي عشان تنتراكت معاها ايه اللي بيحصل؟ طيب اول حاجه هدوب عنده ابستراكشن من فايل سيستم. ده الابستراكشن ده ال اتش دي اف اس ده وان امبلمنتيشن منه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن يبقى عندي ابستراكشن تاني اوبن سورس برضه من الفايل سيستم بس ما اسمهوش اتش دي اف اس. هنشوف اسمه ايه، عندنا هناخد اكزامبل. طيب فبالتالي اتش دي اف اس عشان نبقى فاهمين هو ابستراكت للكلاس بتاع اللي هو اورج دوت اباتشي دوت هادوب دوت اف اس دوت فايل سيستم، وده وان امبلمنتيشن. طب هل ده هو الوحيد اللي موجود على هادوب؟ لا مش هو ده. هادوب عليه فايلات كتير، عليه سيفر فايل سيستمز. طيب السيفر فايل سيستم دول زي ايه؟ دلوقتي هادوب بيجي اوتوماتيك باي ديفولت بيجي معاه اكتر من امبلمنتيشن، بيجي معاه الاتش دي اف اس اللي هو اتش دي اف اس مستخدمه، اس 3 بيبقى ليه امبلمنتيشن اللي هو اس 3 اي، وايجو اللي هو دبليو اي اس بي. طيب يجي حد بقى يقول لي انا مش فاهم ايه الاس 3 اي واتش دي اف اس ده، خلينا نقول والدبليو اي اس بي. طيب دلوقتي هدوب عشان يقدر ينتراكت مع حاجه كلوزد سورس هيتعامل معاها ازاي؟ فكل سيرفيس بروفايدر بيبروفايد زي ما تقول ايه امبلمنتيشن لل الفايل سيستم بتاعه. طيب انا في اخر الفيديو هقول لكم ليه محتاجين نعرف المعلومه دي. بس تخيل دلوقتي انك انت عشان تنتراكت مع اس 3 انت بتستخدم اس 3 اي، ماشي؟ طيب انا محتاج اعرف المعلومه دي ليه؟ محتاج تعرف عشان لما تيجي تعمل اوبريشن على اس 3 باستخدام تول جوه هدوب. يعني لو انت عندك سبارك او عندك ماب ريديوس هنا وبتطلع من اس 3، هي مش طالعه من اس 3، هي بتطلع من اس 3 اي. طب ايه قيمه المعلومه دي انك انت تعرفها؟ هنقول في اخر فيديو يوز كيس عليها عمليه، اوكي؟ هي مالهاش علاقه بهدوب، ليها علاقه بسبارك، بس هوريكم يعني يوز كيس عمليه ليه انت محتاج تعرف المعلومه دي. طيب نرجع لنقطتنا تاني. طيب دلوقتي احنا فهمنا ان هدوب عنده ابستراكت جافا ابستراكت كلاس اسمه اللي هو فايل سيستم اللي هو اف اس فايل سيستم، وفهمنا ان اتش دي اف اس ده اكستند او كونكريت امبلمنتيشن، وده واحد من امبلمنتيشنز كتير جدا. طب هل في انواع تانيه امبلمنتيشنز؟ لو جينا بصينا هنا التيبل ده انا واخده من كتاب بتاع هدوب ذا ديفينيتيف جايد، هتيجي بيقول لك هنا كل فايل سيستم عنده هنا اتش دي اف اس، الاتش دي اف اس بتاعك، الويب اتش دي اف اس، اليو ار اي سكان بتاعته الويب اتش دي اف اس، احنا مهتم ان انا اقول لكم اس 3 اس 3 اي، والايجر هو دبليو اي اس بي، وهتلاقي ان الامبلمنتيشن بتاعه اللي هو اف اس دوت اس 3 اي دوت اس 3 اي فايل سيستم، ونفس الكلام بتاع ايجر بتاع مايكروسوفت هو اف اس ايجر نيتيف ايجر فايل سيستم. بالتالي كل دول هما الفايل سيستم اللي بيربليس ال مش بيربليس اللي هو بيساعد الباكت بالاس 3 عشان تقدر تكونتاكت مع الاس 3. طيب في حاجات كتير هنا مش هاخد واحد واحد، بس انا مهتم بالاتش دي اف اس
ويب اتش دي اف اس والاس اس 3 والاس اس 3 والايجر. الباقيين دول مهمين بس احنا مش كونتكست ستاندرد وقفوا عنهم يعني. طيب نرجع نقطتنا تاني للرسمه بتاعتنا. طيب هدوب بقى عشان ينتر اكت مع اتش دي اف اس بيعمل ايه؟ بيقول لك ان هدوب بي اكسبوز ريست اي بي اي باي ويب اتش دي اف اس بروتوكول. طيب ليه بيعمل كده هوت؟ عشان دلوقتي لو انا عندي اذر لانجويج مثلا عايزين انتر اكت مع اتش دي اف اس يقدروا يستخدموا البروتوكول ده. طيب زي ما نقول ايه، مفيش حاجه بتبقى كامله يعني، ما هو انا هو مكتوب جافا فانا اديتك بروتوكول تكتب عن طريقه تستخدم عن طريقه، فاكيد في درو باك دايما تعرفها كده. ونخرج هنا بره سنة عن الكونتكست. دايما في الـ في الـ في الـ في الاركتكشر او في الداتا في اي حاجه في السوفت وير عامه مفيش حاجه هتعرف تديك كلها كامله. يعني انت عايز تديني حاجه هي جافا فانت اديتني طريقه ان انا كومباتبل مع اذر لانجويج، لازم تعرف ان في درو باك. لو هو مش قايلها لك فهو فيه بس هو مش قايلها، ما تصدقش ان في حاجه كامله. يعني مفيش حاجه هتبقى منطقيه ان هي تديك كل حاجه، هي مكتوبه بالجافا بس هي بتتاكد مع كل مع كل اللغات وسريعه وديني زي الفل، لا ده مش منطقي. طب نبدا نقطتنا هنا. طبعا اتش تي بي هو slower من النيتف جافا كلاينت. طيب امتى هل يعني هل هو اقدر يعني يعني باي باس ده امتى ولا استخدمه امتى؟ لو انت عندك في داتا كبيره بيج داتا، لا انت محتاج انك انت يعني انك انت تافويد ده لو انت بتستخدم داتا كبيره. لكن لو انت بتكتب داتا كبيره استخدم الجافا الجافا كلاينت. اوكي طيب نرجع لنقطتنا بقى كده. احنا عندنا في جافا كلاس، في جافا امبلمنتيشن اللي هو اتش دي اف اس للفايل سيستم، واللي هو اتش دي اف اس في اليوز كيس بتاعتنا. وقلنا ان النيم نود بتنتراكت مع اتش دي اف اس عن طريق يو ار ال، وفي سيرفيس بورت اللي هو ديبلوي عليها المبايند معمول بايند عليها لل اتش دي اف اس. طيب انا دلوقتي عشان اكونكت لل اتش دي اف اس في اكتر من طريقه. انا تاني ناخد سمبل اكزامبل، تخيل ان انا عندي الكلاينت ده عشان يكتب الفايل، عندك فايل لوكال عايز تكتبه، قدامك طريقه. في طريقه سهله انك انت تسمي سي ال اي اعطيه كوماند كوبي فروم لوكال وتحط اليو ال بتاع النيم نود، او لو انت اكس على النيم نود تكتب فروم لوكال على اتش اف اس هي لوحدها النيم نود هت انتراكت هنا وهتديك الداتا. اوكي هتحط الداتا على اتش دي اف اس. هي طبعا مش هتحط داتا في دايركت، هي هترجع هنا هتقول لك هتكتب فين وانت بتكتب على الداتا اوتوماتيك، بس ده كله مانجد عن طريق الاي بي اي. انت مش يعني انت مش الفايل سيستم هو انترنال في فانكشنز معمول فيها امبلمنتشن الكلام ده. تمام طيب نفس الكلام انت بتعمله هنا ممكن تستخدم فانكشن ده عن طريق جافا انترفيس، فانت تكتب عن طريق كوماند لاين ده اللي هنستخدمه النهارده او عن طريق جافا انترفيس. معلومه كده جانبيه انا هحط عليها النوت هنا ان السي ال اي في حد ذاته هو جافا ابلكيشن بتستخدم الفايل سيستم كلاس، فانت محدش يضحك عليك بقى، فانت كده فاهم ان في الاخر كلهم يعني سي ال اي وجافا هما في الاخر جافا، بس سي ال اي هو الانترفيس اللي بيستخدم عشان تكتب الداتا. طيب نقطه كمان مهمه هنا، لو انا دلوقتي انا فاهم ان انا عشان اكتب وكر من اتش دي اف اس انا بستخدم سيرفيس او اتش دي اف اس ذا سيرفيس، ده معناها ايه؟ معناها ان انا لو عندي سيستم نفترض هدوب وانا عايز استخدم اس اس 3 او ايجور از فايل سيستم، انا اقدر اشيل اتش دي اف اس، مش محتاج اتش دي اف اس، انا ممكن استخدم حاجه من الـ compatible فايل سيستم زي اس اس 3 اي واقول لهدوب والتول بس سبارك مثلا يا جماعه ده التول اللي احنا هنستخدمها اللي هو اس اس 3 اي نقرا ونكتب عن طريقها، مش محتاجين نكتب اتش دي اف اس، وهدوب هيعرف الكلام ده وهيعرف اند بوينت فين وكل الكلام ده موجود. خد بالك ان النيم نود لما بتكونكت على اتش دي اف اس هي بتكونكت على الاند بوينت يو ار ال بتاعها والبورت، فبالتالي انت لما هتديبلوي اس اس 3 هتقول له انا عايز ديبلوي على اند بوينت، ممكن اند بوينت دي على كلاود مثلا تكون ستاتيك او تكون مثلا بيزد على ريجون، هنشوف الكلام ده بعدين. طيب لو انا دلوقتي عايز انا بقى دلوقتي ككلاينت عايز اكسس احنا قلنا هنا لو جينا للرسمه دي قلنا ان هدوب بيكسبوز اتش تي بي ريست اي بي اي عن طريق الويب اتش دي اف اس بروتوكول. طيب انا ككلاينت لما عاوز اكسس ال اتش دي اف اس في طريقتين، في طريقه ايفن ثرو سي ال اي او جافا، دي مش هي التك، اقصد البروتوكول اللي بيستخدم ده. في طريقه انك انت حاجه اسمها دايركت اكسس، تخيل ان انت كلاينت عايز تروح تاكسس نيم نود او داتا نود، فانت دايركت بتاكسس الداتا دي
عن طريق دايركت اكسس، عن طريق اليو ار ال بتاع النيم نود. فبيحصل ازاي؟ انك انت بتستخدم الامبيدد ويب سيرفرز في النيم نود، بتاكت از اللي هي الويب اتش تي اف اس اند بوينت، تمام. بعدين الفايل ميتا داتا بتهاندل باي نيم نود، وبعدين الفايل ريد ورايت اوبريشن بتتبعت عن طريق النيم نود. بس الفايل ريد ورايت بتتبعت الاول للنيم نود، بتقول لهم انا عايز، انت بتقول لهم مثلا انا عايز اريد فايل، بيقول لك انت الفايل هتريده دهوت، انت هتروح تريده عن طريق المكان معين. فالنيم نود هتقول له لما الخطوه الثانيه، النيم نود هتبقى هتريدايركت اتش دي اف اس ال اتش بي اتش تي بي كلاينت، تقول له الداتا نود اللي انت هتقرا الداتا او هتكتب فيها. فبالتالي بيحصل ايه؟ تخيل معايا، انا في ايد عشان تشوفها. انت رايح للنيم نود، بتقول لها لو سمحت انا عايز بتكونكت على الاند بوينت بتاعها، بتقول لها انا عايز اكتب الفايل ده. نيم نود بتجيب شويه ميتا داتا للفايل، بتجمعها وبتخزنها عندها، بعد كده بترجع لك تاني. بتقول لك بص انت هتاخد هتكتب او تقرا عن نيم نود دي. طب انت فعليا بتعمل ايه؟ انت بتكتب كوبي فروم لوكال او بوت او جيت، وهي اوتوماتيك بتعمل الحاجات دي ليك. فانت كل اللي محتاج تعرفه ان الكلاينت بيروح للنيم نود اند بوينت، بعدين نيم نود بتشوف شويه ميتا داتا للفايل، بعد كده تدايركت الريكوست ده على الداتا نود. فبالتالي هو ده البلان اللي بتحصل. طيب هل دي الطريقه الوحيده اللي بتستخدم عشان ناكسس؟ لا، في طريقه تانية بنستخدم بروكسيز. ومفهوم البروكسيز هنا هو نفس المفهوم المستخدم في اي ابلكيشن، بس احنا هنا بنتكلم، مش هنشرح تفصيل بروكسي قوي، بس هنشرح هنا ايه اللي بيحصل لو في بروكسي. طيب في طريقه تانية انك انت تكونكت اوفر بروكسي. طب ايه اللي بيحصل ساعتها؟ اول حاجه ان انت ممكن تكون ان كل كلاينت بيكونكت على وان اور مور، يعني ممكن كل كلاينت كونكت على وان على وان بروكسي، ودي مش منطقيه. في الغالب بيبقى بيكونكت على مالتي بروكسي. بعدين الكلاينت مش بيأكسس النيم نود دايركت، الكلاينت بيأكسس الاول، بيروح على الفاير وول بيقول لهم لو سمحت انا عايز اكسس، عايز اروح للنيم نود او عايز ابوت الفايل ده. البروكسي ده بياخد الريكوست بتاعك يبعته للنيم نود، او بعد كده داتا نود ممكن تفورد الكلام ده. بس اللي بيحصل فعليا ايه؟ انك انت عايز تموف داتا ما بين كلاسترز. مثلا انت عندك داتا في نيم نود، او سوري في كلاستر اكس، وانت عايز تموف لكلاستر واي، فانت ممكن تروح لكلاستر اكس تقول انا عايز موف الداتا دي من هنا لهنا. فده بيبقى حاجه كويسه جدا. برضو حاجه تانية، لو انت عايز تاكسس الهدوب كلاستر من اكسترنال نتورك، يعني انا مثلا في مكان معين انا بره كلاستر، او مش اكس في بي ان مثلا، ابقى جوه كلاستر، فانا ممكن اخش على البروكسي اتش البروكسي دهوت، هو لوحده بيمانج فاير وول باندويتس كل الكلام ده. طيب فعليا على برودكشن هل، او في الشركات الكبيره هل في حد بيستخدم داير اكسس؟ لا، كل الشركات بتستخدم البروكسيز عشان الفاير وول باندويتس ليميتنج البوليسيز السكيورتي، كل الكلام ده بيتهندل عن طريق البروكسيز. طيب احنا كده ده الجزء الاساسي. طيب طيب تعالوا نشوف الفايل سيستم بتاع هادوب اللي بيحصل فيه. انا هنا هيكون حاجه الاول، انا عندي هنا كلاستر على اي دبليو اس، اي ام اي كلاستر جواه هادوب وشويه تولز ثانيه مش مهتم بيها، وانا اوريدي لوجن على الكلاينت ده اس اتش، ده موجود في ريجون دي، فباكس على نفس الريجون. حلو، وانا هنا اوريدي كونكتد عن طريق اس اتش. طيب انا اللي اقدر اقوله ايه هنا؟ اهوت انا عندي فايل اسمه شكسبير، اقدر اقول له هيد، تعالوا نشوف الفايل هيد ماينس 10 لي تي 8 اهو. ده فايل موجود اونلاين، انا خدت كوبي بس كده عشان نشتغل عليه. طيب هل انا حافظ الكوماند دلوقتي عشان اكسس هادوب بستخدم كوماند لاينز؟ هل انا حافظ الكوماند لاين؟ لا مش حافظها. ودايما حتى انا لما تلاقوني هنا في اليو ال انا فاتح حاجتين، فاتح الريفرنس بتاع الفايل سيستم الفانكشنز، وفاتح زي شيت شيت كده، اي شيت شيت، انا مش شاط ده، انا بس خد اونلاين ازاي استخدم الكوماند لاينز. طيب فانا حاطط كام كوماند كده بان انا مش حافظهم. فانا اول حاجه هقول له تعالى لستلي ايه اللي موجود على اتش دي اف اس. طيب زي ما قلنا ان ده في الاخر بيكون جافا ابلكيشن، هو هنا بص قال لك عندك ابس وعندك تيمب وعندك يوزر وعندك فار. فانا هكريت هكريت فولدر اسميه داتا على هادوب،
خد بالك ده مش فولدر لوكال، يعني انا قلت لوكال مفيش هنا فولدر، الفولدر ده احنا هدوب. طب تعالى نتاكد هل هو كاريت ولا لا، نعمل كده المفروض يطلع لي واحد جديد اسمه ديتا. تمام ظهر اهو اسمه ديتا. اوكي طيب تعالوا نطلع فوق تاني عشان بس نبقى متاكدين. طيب الحاجه التانية انا هنا هعمل هنا هستخدم بوت كوماند. بوت كوماند ده بياخد فايل لوكال حطه على هدوب. فنعمل كده في كوماند تاني اسمه كوبي فروم لوكال، هيعمل نفس الحاجه انا بستخدم بوت فور سمبلستي يعني. طب انا دلوقتي لو عملت كده وقلت له ديتا الاس ديتا وريني كده لو اتعمل له بوت ولا لا، المفروض يكون اتعمل له بوت اهو، الفايل بقى موجود على اتش دي اف اس. طيب تعالى نقول له وريني الداتا الفايل ده عامل ازاي او ايه اللي جوه الداتا دي. هو فعليا هيروح يليست كل الداتا. طيب طبعا هي لو قلت كات انا مش زي ما قلنا مش الهدف هنا ان انا اوريك كوماند لاين او تيست معاك كوماند، هي اوريك تيست وشغاله ماشي. و هو سيمبل انت بتقعد بقى انتراكت، مثلا عايز ابوت فايل عايز اجيت فايل. انا شخصيا بقعد ابص كده مثلا محتاج ايه. طبعا انت اعتقد لو انت قلت له هنا لو انت قلت له هنا هدوب اف اس داش اتش هيعمل هيلب، اعتقد طلع كل الحاجات اللي محتاج تقدر تعملها والبرامتر بتاعتها. بسهوله ممكن تسيرش اونلاين هيديك كل الكلام ده وازاي تستخدمها وابين تو فايل وكات وجيت والكلام ده. طيب في سؤالين ممكن تكون في دماغك دلوقتي. هل انا دلوقتي لما بعمل بوت، انا دلوقتي عملت بوت لفايل، تعال نرجع للرسمه بتاعتنا اللي احنا رسمناها هنا مش دي. انا لما عملت بوت لفايل ده، الفايل ده لو 10 جيجا هل هو بيتحط 10 جيجا؟ طيب ده سؤال حلو. الفايل ده لما انا عملنا له، لما انا دلوقتي جيت قلت له انا عايز ال اس ده، الفايل ده لو هو 10 جيجا هو هيظهر لك كان هو وان فايل موجود اندر باث، بس فعليا الفايل ده هو اوبجكت، هو ديستريبيوتد على 3 فاكتور مثلا. هل انت شايف عدد الفاكتورز دي؟ لا ممكن تبقى شايفها، بس هو انترنال متخزن على حسب على حسب الكونفيجريشن بتاع الكلاستر بتاعتك. طيب في سؤال تاني بقى دلوقتي، انا ليه يعني اهتميت ان انا بدل ما اوريكم كوماند لاين على طول اشرح اللفه دي؟ في ناس وهي شغاله في يعني لو مثلا احنا قدام زي ما قلنا ان في اكتر من طريقه للبروسيسنج، وقلنا ان في من ضمنها زي ما بروديوس في سبارك في فلينك في حاجات كتير حل. وانا جيت استراجلد كده ان انا عايز اعرف ازاي مثلا سيرفيس على اس 3 هتنتراكت مع سبارك او سبارك هينتراكت معاها. فانا جه دماغي كده ان اعمل زي موتيفيشن، ما اعرفش هي موتيفيشن دي يعني فعلا هتموتيفيتك ولا لا، بس الفكره ان انت هتيجي تكتب كود تقول له اكتب في اس 3 هو مش هيفهم ايه اس 3، فتيجي تسيرش اونلاين هيقول لك انت محتاج تكتب اف اس اس 3 اي امبلمنتيشن وتقول له الكلاس وتقول له الاند بوينت بتاعتك هي اس 3.amazon.com مثلا امازون اي دبليو اس دوت كوم. فعليا هتلاقي ناس كتير، وانا باكد لك وانا شفت بعيني الكلام ده، تلاقي ناس مش معناه ان هي حاجه سر يعني حاجه موجوده في الكتاب اصلا في الشابتر بتاعته لكم موجوده وراجل شارحها تفصيليا وبيقول لك ان في اكت ان اس 3 ايه ده هو كونكريت امبلمنتيشن من فايل سيستم هدوب، وان احنا ليه بنستخدمه، وان دي الطريقه اللي اس 3 بيقدر انتراكت فيها مع هدوب او الاوبن سورس يقدر انتراكت مع اس 3. طب بيجي في دماغك سؤال، طب ليه ما انتراكش مع اس 3 دايركت يعني؟ طب ما هو كده محتاج عشان نعمل انتراكشن، عشان سبارك مثلا او هدوب او اي حد يعمل انتراكشن مع اس 3 نيتف، هو محتاجين ياخدوا الكود بتاع اس 3 كلاس او اوبجكتس عشان يقدروا ان هم يكتبوها. نفس الكلام مع ايجو، فاكيد الشركات مش هتوبن سورس الفايل سيستم بتاعها، فبيدوك زي رابر او زي يعني انترفيس اوبن سورس تستخدمه، هو ده التكه. فانت هتلاقي متصل مع سبارك، انت مش سبارك مش هيبقى مش هيفهم اس 3، هيفهم اس 3 ايه. فانت تيجي كده بعدين سبارك كافكا ايا كان التول بتستخدمها هتقول ايه ده، انا 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 فاكر ان في حاجه اسمها اس 3 ايه، انا فاهم في حاجه اسمها دبليو اس بي دبليو اس بي، انا فاهم ان دول هم الرابر بتوع الاوبن سورس للفايل سيستم، وانا فاهم ان هم دول انترفيس انا محتاج اكتبه. فتيجي تكتب كود سبارك بقى، بعدين نخش في الكورس على سبارك ان شاء الله ليتر، هتلاقي ان احنا بنستخدم بقى عايزين مثلا نكتب مع ايجو عايزين نكتب مع اس 3، فاهمين ده ايه، مش محتاجين بقى نرجع نشرح للناس نقول لهم يا جماعه فاكرين لما قلنا في الكلام ده، هو ده اوريدي اللي احنا بنحاول نشرحه، ودي التكه اللي احنا عايزين ناكد عليها. انت محتاج تفهم انك انت عندك في فايل سيستم، فايل سيستم ده اتش دي اف اس ده احد الامبلمنتيشن بتاعتها، هو مش صح هو حته سيرفيس، سيرفيس دي ليها اي بي اي، انت بتتراكت الاي بي اي دي بتديك زي بوت وجيت والحاجات الفانكشناليتي دي هي بتديها لك تستخدمها عشان تراكت مع فايل سيستم. اقدر اشيل دي احط ده اس 3 اي، اقدر اشيل دي احط ده دبليو اس دبليو
اس بي ايا كان مش هي المعضله عندي. وزي ما قلنا احنا بنفصل المكونات بتاعت هادوب، يعني النيم نود والهادوب ديستريبيوتد سيستم ملوش علاقه بالفايل سيستم، يعني ممكن هادوب يتراكت مع فايل سيستم تاني، والمكونات نفسها بتتفصل عادي. وانت لازم تفهم الحته دي بشكل تفصيلي، عشان كده بنقول دايما الكورس كل اللي انا بقوله ده ملوش لازمه لو انت مش بتقرا معايا من الكتاب. انا عايزك تمسك كتاب شابتر 3 كله، الجزء اللي احنا واخدين منه مثلا انترفيس بتاع الشابتر ده لازم تقرا كله وتفهم الحته دي. الكاتب كاتب فيها ايه بالظبط، وتتاكد هل فعلا كان قلنا ده واضح، هل احنا في حاجه سبناها، اتاكد من الكلام ده. شوف تفصيليا احنا كده خلصنا الهدوف كوماند لاين انترفيس، ده كان الهدف ان اوريكم ايه هو كوماند لاين انترفيس شغال ازاي، ازاي ممكن نشيله ونريبليس بحاجه ثانيه، ايه لازمه ان احنا نشرح الفايل سيستم از انترفيس لك الهدوب، وازاي ان احنا بنتراكت مع هدوب اوفر HTTP اوكي سواء دايركت اكسس او اوفر بروكسيز. ده كان اخر جزء في الحلقه دي. اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.